مشاهدينا وأرحب بضيفي عبر سكايب من لندن دكتور حافظ الكرمي رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا. أرحب بك دكتور حافظ. بداية يعني ما إن انتهت المعركة في قطاع غزة حتى عاد الاحتلال إلى ديدنه السابق في اقتحامات للمسجد الأقصى وفي عدوانه على حي الشيخ جراح وحملة اعتقالات شعواء في مدينة القدس إضافة إلى فلسطيني الداخل والضفة الغربية المحتلة طبعا، كيف نقرأ هذا السلوك من قبل الاحتلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي زياد وللإخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا. أنا باعتقادي أن هذه الممارسات ممارسات كانت يومية بالنسبة له، وهو يمارس هذه الاعتداءات والاعتقالات والاقتحامات منذ أن احتل هذه الأرض، وطبعا تزداد بين كل فترة والثانية. لكن أنا قراءتي للأحداث أن القدس أصبحت بعد هذه المعركة التي خاضها الشعب الفلسطيني بكل أطيافه أو بكل أجزائه في 48، وطبعا غزة على رأسها كمقاومة والضفة والقدس والخارج، أعتقد أنه يحاول أن يوحي للرأي العام بالذات الداخلي الصهيوني أنه لم يتغير شيء وأنه ماضي في مخططاته، ولكن لم يعد الأمر كما كان قبل هذه المعركة. الآن أولا لقد تم كي الوعي الصهيوني من خلال هذه الأيام وما حدث فيها، صواريخ تغطي كل الأرض المحتلة وملايين في الملاجئ وما أصابهم من خوف ورعب. ثم العالم الآن بدأ يدرك من خلال تصريحات الزعماء والسياسيين والقوى المختلفة في العالم أن هناك سببا أساسيا لهذا الذي يسمونه بين قوسين العنف، وهو الاحتلال وممارسته وبالذات في القدس. فستكون القدس كما لم تكن من قبل، ستكون يعني منظورة من قبل العالم ومن كل وسائل الإعلام ومن السياسيين، وبالتالي كل هذه المناورات لهذا الاحتلال بأنه مرة يحاول أن يعتدي على السكان في الشيخ جراح، وثم بعض المستوطنين أو بعض المتطرفين يدعون إلى اقتحام الأقصى، كل ذلك هي عبارة عن حركات بهلوانية من أجل أن يوحي للرأي العام الداخلي بالذات بأنه لم يتغير شيء وأنه لم يخرج من غزة أو هذا الذي حصل في المقاومة لم تخرج بأي شيء، لكن الأيام القادمة كفيلة بأن هذا العدو سيفكر 1000 مرة من الآن فصاعدا قبل أن يقوم بأي إجراء في داخل القدس كما كان يفعل دائما من دون أن ينتظر أي ردة فعل. كيف دكتور حافظ؟ يعني هل هناك مؤشرات؟ هل هناك شروط في اتفاق الهدنة يمكن أن تفرض على دولة الاحتلال وبالتالي تلتزم بها؟ هل لديك أي معلومات أو مؤشرات حول ذلك؟ أنا ليس عندي معلومات، لكن الواقع يقول ذلك. يعني ليس هناك معلومات على أن هناك ضمن الهدنة أن لا يكون هناك يعني اعتداءات على القدس، لكن الآن كل العالم يعلم أن هذه المعركة التي حدثت بسبب الاعتداءات في القدس. إذا أراد هذا الاحتلال أن يعود مرة أخرى من أجل أن يقوم بحماقة من حماقاته، فهذا مدعى إلى أنه ستكون هناك انتفاضة جديدة وأهل القدس لن يسقطوا، وكذلك المرابطين في الأقصى و48، وقد طور ذحرج أمور من جديد. هذا هو الذي الرهان على مقاومة الشعب الفلسطيني والتي أذاقت هذا الاحتلال في الأيام الماضية وجرعته كأس الهزيمة ابتداء من رأس العمود وانتهاء بالشيخ جراح وكذلك بالمسجد الأقصى، ومن ثم المعركة مع المقاومة الإسلامية أو مقاومة الشعب الفلسطيني في غزة. وبالتالي الأمر لم يعد أنه في الفترة الماضية كان يقوم بكل هذه الإجراءات من غير أن يتوقع أن هناك ردة فعل.
العالم العربي كان في سبات كبير، كان يظن أن القدس خلصت له باعتبار اتفاقات صفقة القرن ومطبعين العرب والاعتراف الأمريكي وغير ذلك. جاءت هذه المعركة وقلبت الأوراق جميعا، وبالتالي الكل الآن يتحدث على أنه ضرورة أن يكون هناك حل، وأن أسباب هذه المشاكل هو عدم وجود عدالة للشعب الفلسطيني. وبالتالي الأمر الذي يمكن تأكيده أن القضية لم تعد قضية القدس ما بعد معركة سيف القدس قبل ذلك، لم تعد كما كانت قبل ذلك. طيب اليوم بعد يعني أن انقشع غبار المعركة بدأ الحراك السياسي على كل المستويات و على في كل دول العالم، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي الذي دعا في قرار له إلى احترام تام لوقف إطلاق النار وتسليم المساعدات الإنسانية وتوزيعها بدون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة. هل هذا يعني بداية رفع للعقوبات أو للحصار على قطاع غزة؟ هو لا شك أن هناك حراكا سياسيا جديدا في العالم كله تجاه القضية الفلسطينية بسبب صمود المقاومة، وأنه لن يكون هناك حل في داخل فلسطين وللقضية الفلسطينية من غير مشاركة المقاومة، من غير مشاركة فصائل المقاومة. الآن قرار مجلس الأمن الذي كان معطلا خلال الفترة الماضية بفيتو أمريكي، التصريحات التي حصلت من بعض الزعماء الغربيين وعلى رأسهم ميركل وبعض المسؤولين الأوروبيين باتجاه حماس، هو يدل على أن هناك شيئا جديدا يحدث. هذه المنظمة التي كانوا يسمونها بين قوسين إرهابية أثبتت لهم أنها قادرة على أن تؤثر ليس فقط في المشهد الفلسطيني إنما في المشهد العالمي كله. العالم جميعا نهض على رجلي في هذين الأسبوعين، وأصبحت القضية الفلسطينية هي الخبر الأساسي ولعله هو الوحيد الذي تتحدث عن وسائل الإعلام في كل العالم، والكل مشغول بهذا الأمر. الآن لم يعد هناك بالإمكان أن يتم تجاهل القوى الحقيقية للشعب الفلسطيني. هم يريدوا أن يرمموا بكل الطرق الممكنة صورة السلطة الهزيلة، وبالتالي نرى أن رئيس الإدارة الأمريكية بايدن يتحدث عن من خلال السلطة، وأنه يتحدث مع السلطة إلى غير ذلك، لكنه يعلم في قرارة نفسه أنه لن يمكنه بعد الآن أن يفرض شيئا على الشعب الفلسطيني من خلال السلطة، فهذه السلطة لا تنفعه بعد اليوم. هو يحاول أن يشركها، أن يلقيها في المشهد، لكن القوة الحقيقية التي عبرت عنها المقاومة ومثلت فيه الشعب الفلسطيني، والآن الشعب الفلسطيني يرد لها هذا الجميل بأنه يعبر عن حبه للمقاومة رموزها في كل مناطق تواجده. أصبحت قيادات المقاومة بالذات العسكرية أصبحت يغني بأسمائها الرجال والنساء والأطفال، وحتى من حركات الخصوم، يعني حتى فتح تغني الآن ورجال يغنون لأبي عبيدة وللضيف وغيره. هناك مشهد جديد سيتعامل معه، سيضطر أن يتم التعامل معه، سواء كان من المؤسسات الدولية وعلى رأسها ما يسمى بمجلس الأمن، أو الجهات الأخرى الغربية التي كانت دائما تهمل القوى الحقيقية في الشعب الفلسطيني وتذهب للتعامل مع سلطة صنعوها على أعينهم لتقوم بدور وظيفي في حماية هذا الاحتلال. على ذكر السلطة، الحقيقة كان لافتا يوم أمس ما جرى في المسجد الأقصى. المفتي السلطة الذي أصر على يعني إلقاء الخطبة، والسلطة التي ما زالت تتحدث بنفس المنطق وبنفس التصريحات وبنفس المواقف السياسية وإصرارها على أوسلو وعلى المسار التفاوضي وما إلى ذلك. كيف تقرأ هذا المشهد داخل السلطة؟ يعني أولا ما جرى في المسجد الأقصى المبارك مؤسف، وما كان
ينبغي أن يحدث لرجل يفترض أنه خطيب للمسجد وأنه أحد العلماء، لكن للأسف الشديد هؤلاء أشخاص محنطين، لم يقرأ الباروميتر الناس وارتباطهم بالمقاومة وحبهم للمقاومة، وبالتالي خرج بطريقة كرتونية كما يقال، جامدة، ليتحدث بنفس الطريقة وبنفس اللهجة وبنفس المشاعر الباردة السمجة التي كانت قبل هذه الأحداث، مما جعل بعض الشباب المتحمس والذين احنا لا نؤيد مثل هذه الأفعال داخل المسجد بالذات أن يقوموا بإنزاله عن المنبر. السلطة الفلسطينية التي كانت دائما ترفع عقيرتها بأنها تمثل الشعب الفلسطيني، الآن الشعب الفلسطيني يعبر عن نفسه. كان يفترض في مثل هذا اليوم 22/5 أن يكون هناك انتخابات، وأن يكون هناك على الأقل في الضفة والقطاع والقدس من ينتخب الناس من يمثلهم، بغض النظر عن صوابية هذا الأمر أو غير ذلك. اليوم لم يكن هناك انتخابات لأن السلطة ورئيسها ألغى هذه الانتخابات، فهناك انتخابات من نوع آخر، هناك استفتاء من نوع آخر هو أعظم أثراً وأكثر تأثيراً من انتخابات الصناديق، هو ما تراه في عيون الناس، في تعبيرات الناس، في خروج الناس إلى الشوارع منذ أن بدأت وقف إطلاق النار، حبهم، احتفالهم، شعورهم بالزهو والنصر بهذه المقاومة، وهذا هو أكبر تعبير. من الآن فصاعدا ما الذي ستفعله هذه السلطة؟ لن تستطيع أن تفعل شيئا، ولن يستطيع أحد أن يثق بهذه السلطة، حتى الجهات التي صنعتها، لأنهم يعلمون علم اليقين أنها لا تملك من أمرها شيئا. يمكن أن تنفذ له بعض المشاريع من خلال أنها تبدأ أنها تعتقل بعض المقاومين أو تمنع بعض المقاومة، لكن بدا واضحا للعيان أن المقاومة الآن في غزة وفصائل المقاومة لها اليد العليا، فهم لن يستطيعوا أن يفرضوا شيئا على الشعب الفلسطيني ما دامت هذه المقاومة هي سيفه وهي درعه. لن يستطيعوا أن ينفذوا أجندتهم ولا أن يقولوا أننا يعني عملنا حل سياسي لهذه القضية من غير أن يتحدثوا إلى القوة الحقيقية في هذا الشعب. وبالتالي أنا أقول أن السلطة أمامها خيارين، الخيار الأول إما أن تنضم إلى شعبها وتصبح جزءا منه وتمثل وتصبح تمثل جزء من هذا النبض، وهو النبض الذي يلتف حول المقاومة لهذا الاحتلال وهي المقاومة الشرعية في كل القوانين الدولية، أو كما يقولون بالعامية تلم أغراضها وتمشي، لأن الشعب الفلسطيني هو قادر أن يفرز قيادته، وهذه المقاومة الآن أصبحت هذه القيادة قادر أن يدير نفسه حتى وهو تحت الاحتلال، وأن يتدبر أموره من غير هذه السلطة التي حسب اعتقادي أنها كانت أكبر طعنة في ظهر وفي جنب القضية الفلسطينية منذ نشأتها منذ 100 عام. نعم. طيب، تحدثت دكتور حافظ حول يعني حماس ودعوات دولية سواء من ألمانيا أو غيرها للتواصل مع حركة حماس باعتبارها الفاعل على الأرض، ولكن يعني أنت تعلم بأنه هذا تحد لحركة حماس وهو سلاح ذو حدين. إلى أي مدى حماس مستعدة للانخراط في هذا العمل السياسي؟ لأنه يعني هناك محاذير، قد تستطيع أو يستطيع المجتمع الدولي جذبها إلى المسار الذي تم جذب حركة فتح من قبل له. هم لو كانوا استطاعوا ذلك لفعلوه منذ زمن. يعني هو حماس منذ عام 2006 فازت في الانتخابات وشكلت الحكومة، ثم قاطعوا هذه الحكومة التي فرزت بطريقة شفافة بطريقة انتخابات، والتي هي إلههم اليوم، قصة حقوق الإنسان والانتخابات الديمقراطية وما إلى ذلك. وعندما أفرزت جسما أو أفرزت ممثلين لا يتوافقون مع مطالبهم ومع محاولة إخضاعهم للشعب الفلسطيني، قاطعوا هذه الحكومة وحاصروها، وما زالت من ذلك اليوم محاصرة وبالذات في قطاع غزة.
حاولوا ووضعوا شروط الرباعية في ذلك الوقت، أنهم لن يتعاملوا مع الحركة حتى يعني تقوم بالاعتراف بالاتفاقات السابقة وتعترف بالاحتلال، ووضعوا مجموعة الشروط. والآن هم بلعوا هذه الشروط، بلعوها في بطونهم، ورأينا في الآن الدعوات للحديث مع حماس اللي هي رأس المقاومة وعمودها الأساسي، أنهم يكتفون بشرط واحد وهو شرط مضحك، وهو شرط المصالحة. يقولون أنه يعني إحنا يمكن الحديث مع حماس لكن بشرط أن يكون هناك مصالحة. طيب، هو الذي كان يعيق هذه المصالحة من هو؟ من هو الذي كان يعيق هذه المصالحة؟ من هو الذي وقف أصلا وحرر السلطة وسحب من البساط من تحت أرجل المجلس المنتخب والحكومة المنتخبة، وأراد أن يمثل الشعب الفلسطيني أناس غير منتخبين؟ من الآن من الذي يحاول أن يفرض هذه الشروط؟ هم الذين حاولوا يفرضوا. الآن بعد ما أظهرت المقاومة هذه القوة وهذه البسالة وهذا التصدي وهذه الندية لهذا الاحتلال الذي زرعوه في أرضنا وربوه على عينهم ومدوه بكل أنواع السلاح ولم يستطع أن يفل هذه وبأس هذه المقاومة، بدأوا يتحدثون بلغة أخرى. وأنا مطمئن ومتأكد أنه كلما زادت المقاومة قوتها وكلما أثبتت وجودها، وهي بحمد الله تفعل ذلك كل باستمرار، فإن هؤلاء سيأتون راضخين للحديث معها، ليس ضمن شروطهم إنما ضمن شروطها. وهذا الذي بدأنا نسمعه، وإن كان بطريقة مباشر وحوار غير مباشر، وهذا الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم. طيب دكتور حافظ، يعني الدور المصري لابد من الإشارة له والحديث حوله. كان للدور المصري يعني هو الفاعل الأهم في التوصل إلى الهدنة في قطاع غزة، حتى بدا وكأنه مصر هي الرهان بالنسبة للمقاومة وبالنسبة لدولة الاحتلال في التوصل إلى هذه الهدنة. كيف تقرأ الدور المصري فيما جرى في هذه المعركة تحديدا في قطاع غزة؟ وهل استطاع النظام المصري استعادة دور مصر وهيمنتها على الملف الفلسطيني؟ شوف، أنا طبعا بعض السياسيين سواء كان فصائل المقاومة وغيرها بتحدثوا بدبلوماسية. نعم. أما أنا فسأتحدث بنبض الناس وبشعور الناس وبلسان الناس، ولن أتحدث بدبلوماسية لأنه ما عنديش أنا شيء أخسره، لا أنا عندي موقع سياسي ولا بتحدث بالنيابة عن أحد، أنا بتحدث بالنيابة عن رأيي، وعن وأشعر أن هذا يمثل رأي الجماهير رأي الناس. نعم. النظام المصري نظام للأسف الشديد هو جزء من الحصار على الشعب الفلسطيني وبالذات على قطاع غزة. عندما نتحدث عن الحصار، نحن نتحدث عن من؟ هل نتحدث عن الاحتلال الصهيوني؟ الاحتلال الصهيوني انسحب من قطاع غزة وهو كعدو، وهذا الشيء مفهوم، في منطقته التي يحتلها في فلسطين، يمكن أن يقوم بالحصار ويمنع ولا يريد أنه يدخل لا طعام ولا مواد إلى قطاع غزة، وهذا شيء مفهوم. لكن أن يقوم جارك وشقيقك الذي من دمك ولحمك يقوم هو بالحصار ويقوم هو بوضع المياه في الأنفاق ويهدمها جميعا ويحاصر الناس، وأحيانا كان المعبر الوحيد لأهل غزة يغلق 100 يوم و200 يوم ولا يفتح وكأنهم في سجن، هذا يجعل هذا النظام، نحن لا نتحدث عن الشعب المصري العظيم والعزيز، نتحدث عن هذا النظام الذي يقوم بدور وظيفي في المنطقة. والدور الوظيفي الذي يقوم به هذا النظام هو خدمة النظام العالمي بالذات الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. هم يريدوا أن يعيدوا شرعيتهم المفقودة من خلال الانقلاب، يريدوا أن يعيدوا دورهم المفقود الذي فقدوه
لأنهم أصبحوا دولة هامشية يأتمرون بأوامر دول هامشية ودول كما يقال يعني صغيرة، يريدوا أن يستعيدوا على حساب القضية الفلسطينية. وأقول لك هينا، لكن أنا متأكد وهذا الشعب الفلسطيني يعرفه والشعب في غزة يعرفه أن النظام المصري لم يتحرك إلا عندما طلب منهم الإدارة الأمريكية. وقد طبعا الإدارة الأمريكية يعني من الكيان الصهيوني، وقد وهذا الكلام ليس لا ضربا في الرمل ولا تنبؤا بالغيب. الرئيس الأمريكي أمس في كلمته ذكر هذا الكلام بأنه طلب من مصر أن تتدخل لدى المقاومة من أجل أن توقف إطلاق النار. فهو الآن كان على الأقل عندما جاءت الإدارة الجديدة كان يظن أن هو هذه الإدارة إدارة ديمقراطية وتنادي بحقوق الإنسان وذلك لن تعامل معه بسهولة، وبالفعل لم يتصل فيه بايدن حتى هذا اليوم منذ انتخابه. الآن وجد فرصة في قضية غزة وما حصل في المقاومة أنه على الأقل يتصل فيه بايدن، ولما اتصل فيه بايدن يعني انفرجت أساريره وكأنه أعاد دوره. الدور المصري لا يكون بهذه الطريقة السمجة أن يكون وسيطا ما بين إخوانه في فلسطين وبين العدو الصهيوني. الدور المصري هو إلى يفترض أن يكون إلى جانب الشعب الفلسطيني، أن يكون دائما للشعب الفلسطيني، أن يكون أن لا يحاصر الشعب الفلسطيني، أن يقوم بدوره الذي كان يقوم فيه على مدار قرون مئات السنوات. كانت غزة وفلسطين والشام والقاهرة وكانت وحدة واحدة في الدفاع عن أمة الإسلام في الصليبيين والتتار وغيرها. أما النظام اليوم أعتقد أنه نظام يبحث عن وظيفة من أجل أن تبقيه أو أن تظهره نظاما شرعيا أمام الرأي العام العالمي. نعم، هو يرى البعض بأنه بدأ أو حاول أن يبدو وكأنه أقرب إلى غزة خلال هذه المعركة، حتى أنه تبرع كما قيل $500 مليون لإعادة إعمار قطاع غزة، وهذا يعني أحدث التباسا لدى الناس. والله أنا أقول أفلح إن صدق. الكلام عندنا في فلسطين بيقولوا الكلام ما عليهوش جمرك. نعم. يعني الإعلان عن 500 مليون ثم بعد ذلك لا شيء. مجموعة من السيارات اللي فيها بعض الخضروات والطعام وكذا ماشي جزاهم الله خير، لكن هل هذا المطلوب؟ هذا هو المطلوب من الشعب المصري؟ هذا هو المأمول من النظام المصري تجاه غزة وتجاه الشعب الفلسطيني؟ مجموعة سيارات فيها خضروات وطعام وشوية دواء وإلى آخره. ثانيا، الحديث عن 500 مليون حديث مستغرب. طبعا هناك أقوال تقول أن هذه جاءت من الإمارات، لكن حتى لو جاءت من الإمارات أنا أقول أنه إن فعل ذلك قد يكون في نوع من التغير ونأمل ذلك، لكن عدد كبير جدا وأنا واحد منهم من الشعب الفلسطيني ويمكن أن يسأل أعداد كثيرة من الناس يشككون في هذا الأمر. هذا فقط من أجل الدعاية الإعلامية ومن أجل القول، وبعد ذلك من الذي سيسأل إنه هاي الفلوس دخلت ولا ما دخلت؟ واسأل الشعب الغزي، اسأل الغزيين كيف يعانون الأمرين إذا أراد أحدهم أن يخرج إلى القاهرة أو كذا للعلاج. ليس الجرحى الذين سقطوا في هذه المعركة أو الذين جرحوا في هذه المعركة، الشعب الأصيل الإنسان المريض المحاصر الذي لا يجد، اسألهم ما الذي يفعلوه في على الحدود من إذلال ومن ظلم ومن الضباط، الكثير من الضباط الذين يأخذون الأتوات بالآلاف الدولارات من المرضى ومن المحتاجين ومن الناس ومن الطلاب من أجل فقط أن يسمح له بالمرور عبر معبر رفح. نحن نتحدث بكل ألم ومرارة بالنيابة عن شعبنا، وأعتقد أن شعبنا يعرف ذلك، أن هذا الشقيق الذي يفترض أن يكون شقيقا في ساعة العسرة للأسف الشديد يتصرف بعنجهية وبكبر وباضطهاد للمسلم الذي هو أخوه المسلم، المسلم وأخو المسلم لا يخذله
ينصره ولا يخذله ولا يسلمه، لكن للأسف الشديد أن هؤلاء يتصرفون أنهم يسلمون إخوانهم ولا ينصرونهم ويخذلونهم ولا يؤيدونهم. أشكرك جزيلا دكتور حافظ الكرمي، رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، على هذه المشاركة.